خوتي السلام عليكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه الحلقه جديده من قناه مسلم عبد الكريم. كنقول لكم ما تنساوش تشوفوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر، وديروا لينا لايك وكومونتيرو ليا كومونتيرات مزيانين. ومرحبا بكم في هذه الحلقه، وانا كنرحب بكم وديما عدي لكم الجديد مع تسعود قد قد وديما عرب الرع. بغيت غنعرف هادوك البنات اللي مساحبين وديما عاطينا البكا، واش نتوما مساحبين مع بنادم ولا مساحبين مع بصله؟ التحية لأي بنت كتشوف ماماها معصبة كتحط التليفون وتبدا تقاد في الدار لا إراديا. وعخرجي خرجي بوجهك عامر حبوب ماشي مشكل، ولكن تخرجي وكمارتك عامرة بالماكياج بحال الجوكير راه ما نبغيهاش لك. هذيك البنت اللي كتنوض في الليل للطواليط وكترجع كترجع تجري، واش من نيتك اختي؟ زعما الجن غادي يقول اوف بنت الحرام سبقتني، راه غتبقى جالس في بلاصتك. اشترى الحاجة الوحيدة اللي ما خلاتنيش ارتكب جريمة هي ان الحبس ما فيش الكونيكسيو، اما النية كاينة وحتى الضحايا راه محسوبين. انا راه واخا تشوفوني كبرت باقي كنحتاج اللي كيزعمني ندخل نسلم على الضياف ونخرج. الام الاوروبيه كتقول لبنتها قرايه بنتي باش ضمن المستقبل ديالك، والام المغربيه كتقول لبنتها كتقول لها قرايه بنتي باش حتى الا طلقتي تلقاي قرايتك بين يديك. فاش تكوني مقلقه تفكري بلي وحده مساحبه مع راجلك المستقبلي وكتسنى على الفرصه فين يتزوج بيها. البنت المغربيه ملي كتخاصم مع صحيبها كتبقى تسنى فيه يعيط ليها في التليفون باش ما تجاوبوش ملي صوني عليها، واش هادي عندها شي عقل؟ عمركم تهضروا على السعاده وانتوما ما عمركم ركبتوا في برويطه. واحد الراجل شرى لمراتو واحد السوتيامات غاليين، في الليل ملي مشى ينعس لقاها لابسه وحدين قدام ومقطعين، هو يقول لها فين السوتيامات اللي شريت لك جداد؟ قالت لي مالك تبراني. اتشري شارجيت واحد لابليكاسيو كيف تجعل الفتاة تحبك، الليلة غادي نجرجركم كاملة الدريات. اي راه كاينين شي دريات ماشي كلشي، عا شي دريات ماشي ديال الحب والاشتياق، عا ديال الغسيل المواعن والتسياق. هذا واحد خينا قال واحد دريه تزوجي بيا انا نصبن ونعجن ليك ونطيب ليك، قالت لي الطبخ والتسياق والعجينه موده قديمه، واش كتعرف تولد؟ قال لي واش انت مزوجه ولا مخطوبه؟ قالت لي انا هادرين فيا، قال لي بالسيف ما يهضروا فيك انت وجهك عادي النميمه. واحد جارنا سكن حدانا جديد نهار كامل وانا نطلع معاهم في الرحيل، عاد عرفت باللي بنتو مخطوبه، فشلت حق مولي انا فشلت وبقى فيا الحال حتى اللي طلعتها وحدي. حد خينا مات دفنو حدا مراتو وهي تقول لي ماك شفتك ساكت، كون دفنوك حدا صاحبتك ورا الضحكه ديالتك وصلت حتى الباب ديال المقبره. من اهم اعمالي الخيريه
ملي كنشوف شي واحد ما عندوش الزهر كنبقى نعاود لي على زهري باش نرفع ليه من المعنويات ديالو. حيت السيده قالت الراجل هاجات لي حبيبي راه كاينه واحد الكلمه كتبدا بحرف الاق وكتسالي بحرف الكاف واش ما نسمعهاش منك؟ هو يقول لي اسبيجيك. قالت لي الله يلعن تواصلي انا اللي دايره في كراسي. وهي في طريقها الى قلبي دوبلاتها وحده واكله دردك ولابسه جلابه ايفازي. احنا بعدا باسباب ارتفاع اسعار الزيت هاد العام احنا الشباكيه كلينا فوره في هاد رمضان. اشتغل فيسبوك ديالك حتى دير بحال شي قسم في 40 تلميذ جوج كيجوبو والاخرين لا حياه لمن تنادي. اي من ذكريات الطفوله ديالتي الوالده كانت تابعاني بالتيو ديال البوطه وتقول لي تعالى والله ما غنضربك زعما كانت باغي تخرج مني ليسانسو. بمناسبه عيد الحب قالت لي ماذا ستهديني؟ قال لا انا لا اهدي احدا ولكن الله يهدي من يشاء. اشتغل مغربي الى صيفه لصحايب دورو شارج ديال 5 دراهم كيقول لي راه مازال غتعيشي معايا الرفاهيه. تخيلي معايا يجي خطبك وفي وقت الغدا تحطوا الغدا وتبداو تغداو عاد يقول ماما ماما قطع عليش الحال ما جاتني سخونه. تخيلي معايا. واحد بنت 2005 مشات تعزي صاحبتها مات ليها بواها بغات تواسيها ما عرفت شويه تقول لها ما تعمريش راسك بيه. دخلت عليك بالله علاش غادي تعطيها الجاكيت ديالتك وتبرد انت؟ راه بامكانك تعنقها وتدفاو بجوج في نار جهنم يا ولد الحرام والله يلقي لكم بجوج. دخلت عليك بالله فوقاش عرفتي الحليب اللي كتشربو العروسه نهار العرس مخلط بدفال عجوزتها.